كارير RH. رجعنا لكم في كارير RH البداية تسبوع طيب للناس الكل اللي التحقبين توا نقول لكم بروفيسيونيل سونيال تاي فيها ضيفتي نحكيو على كرياتيفيتي بعض الأفكار باش نطوروهم نمشيو بعد شوية نحكيو على الشركات قاعدة تعمل زادة باش تنجم تطور الكرياتيفيتي بتاع الكولابوراتور بتاعهم في مستوى الموارد البشرية. كي نقول لك سونيا كرياتيفيتي وهبلة الهبلة ما يحبوهاش في الثقافة نتاعنا يقول لك ماذا بيك تستوي روحك تعرف شو تقول ما تسيبش الهبلة متاعك ما تجيبش أفكار مهبولة اللي بالحق نقول كلمة ساعات ديما لصحابي نقولهم هذاك عايش معني سيليكون فالي في تونس بيه أنا منيش موافقتك برشا برشا فارس في حكيت ما نحبوش الهبلة ماجوريتي ما تحبش الهبلة معك لكن الحاجة اللي تفرح اللي فما كل مينوريتي هذيك اللي تولي الهبلة عندها قيمة كبيرة عندهم بالعكس يلوجوا عليها علاش الهبلة يلوجوا عليها على خاطر الحكاية الكل حكاية أوبجيكتيف وريزولتا غراس للهبلة شنو باش باش نخلط شنو وين باش نوصل اذا الهبلة انا ناخذ ليكزامبل نتاع اون ايكيب جون نتاع دي كولابوراتور في سوسيتي تخدم في الاي تي ولا حاجه لو فيت كوني انا نجي نقول راه عندك الحق اونتر غيمي باش تسيبك الهبلة نتاعك في اطار معين لهنا الدور نتاعي كمؤسسه ولا كمانجر نحط الكادر لكن راهو عندك الحق بالعكس راني نستنى فيك باش تعطيني افكار باش تقترح عليا حاجات وكل نقول لك اللي فما شركات في تونس اليوم قادره كونها تعطي برشا افكار كبيره برشا وقاعده تقدم وقاعده تبدل في الرؤى اتيتخ ديكزامبل فما برشا دي جون في دي اسوسياسيون عملوا افكار حتى انسان ما كان ينجم يخمم فيهم انتخ لي جون انتربرونور في الدومين ايكولوجيك في الدومين نتاع لانفيرونمون وكل برشا افكار اللي بتتخ نخزروا لهم من بعيد نقول يا كيف جات البال والفكره هذه يعني صحيح تبقى نرجع لليدي نتاع زون دو سيكوريتي وزون دو كونفيونس اللي نحنا ماذا بينا مرتاحين علاش خاطر السيرفو نتاعنا يخاف ولنا باش نربط بميسيون عملناها على النوروسيونس رانا كي نعاودوا رواحنا انا نخرجوا من زون دو كونفور وانه السيرفو نتاعنا يعيش تجارب جديده وانه يتعلم حاجات جديده بالعكس يولي يلوج عليها كل الهبله هذيك ويولي هذيك عباره على سون مود دو فونكسيونمون كل مره حاجه جديده كل مره تطلع جديد وهذا يخلينا نقدم دونك تبقى لازمنا نكون واضحين في الاطار اللي باش نخدموا فيه واضح بي دونك عطيت بعض الافكار باش نطوروا لا كرياتيفيتي نتاعنا بالنسبه للصغار بالنسبه للكبار خلينا نغطسوا في الشركات وفي الموارد البشريه كيفاش معناها فما دي زاتوليي تعملوا دو كرياتيفيتي شكون ينشطهم كيفاش تتم العمليه عطينا بعض الافكار بي اليوم فما برشا شركات تقولك انا عندي ان سوجي نحب نخدم عليه مثلا لو بيانيتر او طرافاي اليوم لو بيانيتر او طرافاي باش نخدم عليه على خاطر انا نامن اللي العلاقه بيني وما بين الكولابوراتور هي ربح ربح كي هو يبدا مرتاح في اطار به انا باش نكون مرتاح ومربح على خاطر الشخص هذاك باش يكون بيرفورمان باش يكون كومبيتان باش يكون افيكاس ايش يصير يصيروا دي زاتوليي اللي ما بين الفاسيليتاسيون والكوتشينغ ديكيب ولنا لو ليان مع ليميسيون اللي تعدات سابق كونو هالكوتش هذايا يلزم هو بيدو يتحلى بسلوكيات وبأخلاقيات اللي يخلي المجموعة قادرة كونها تخرج أكل الجانب الطفولي متاعها هو بيدو لازم يجرب دي سيناريو كيفاش يخرج أكل الجانب الطفولي ألعاب فما برشا برشا آليات كيما لي تابلو دو فيزواليزاسيون فما لي جو لي جو لي ميز ان سيتواسيون فما لي كومبيتيسيون فما الجانب انو نجيب دي ماتيريو ونجيب لنا فما خدمه كبيره برشا برشا بالليغو باللي بوزل بالكونستركسيون ونجيب حتى ان ماتيريال ابروبري واللي فوالا جو اون اي لا بور ترافايي اي بور ريسورتير افيك كلكو شوز ديكسترا اوردينير ولنا الدور نتاعو كون هو الكاتاليزور واليوم ناكد لك فما برشا شركات اللي صنعوا دي بيبليوتيك حطوا فيهم الكتب نتاعهم غراس ا سو جونغ دو سيونس دو كرياتيفيتي فما برشا جمعيات خدمت على الجانب الفالوريزاسيون تاع الباتريمون غراس ا دي سيونس دو كرياتيفيتي فما برشا شركات خدمت زاده على الجانب نتاع التحفيز والجانب نتاع التوعيه نتاع البنيات على الصحه نتاعهم على النظاف كيف كيف بالكرياتيفيتي ولنا اليوم فما خدمة كبيرة زادة على الفالور اللي هي خرجت برشا حاجات مربوطة بالكرياتيفيتي أمثلة شعبية يعني نرجعوا للفكرة الأولانية متاع الساك اللي هو حلفة ونحاس وإلا حلفة وفضة سيكو اليوم نعملوا ان ميلانج نعملوا اون اسوسياسيون متاع أفكار
اللي في العاده مانيش قادرين كونا نعملوه، لكن تلما ولا ما يكبوش على بعضهم ما كان نتخمم بطريقه لوجيك. نتصوروا اللي نحنا ولنا فما حاجه نحب ديما نقولها، انه رانا اوني تري فور في لوتو سابوتاج، رانا اوني تري فور في ديفلوبمون. ما نجمش مانيش قادر وفك عليا. تعرفوا بالكدا اللي والديزني قال الحاجه اللي اون ليماجين اوني كابابل دو لا فير ديجا، هذه حاجه مهمه برشا. اي لازمنا كيف كيف نكونوا قادرين كوننا. اي الوغ عملت لاتولي دو كرياتيفيتي، قدمت كل بعد ما خرج حتى شيء. شنو المشكل؟ جو سوي كابابل ما بين ما نحكم على روحي. برافو، هذا حبيت نقول لك دون لو سونس. فوالا رانا ماهوش فورسيمون باش نلقى نتيجه، لكن عودت ذهني وعودت ليكيب كونها تخمم مع بعضها. وكلكو با لنا فما حاجتين لازم نتعلموهم في الكرياتيفيتي، ما نكونش جوج نتاع خدمتي. نعطي الخدمه هذيك بيرسونيلمون، لي زاتولي نتاعي الكل كي كانت بنتي صغيره نعطيهم لها تشوفهم بالروغار هكا الطفولي هذاك، وتقول لك تزيد ونقص. مش كان انا اي شخص يعطي الطفل ولا يعطي العباد يقيموا له من بعيد ان روغار نوت. حاجه اخرى اون نو ساشارن با، مشينا في فكره قدمنا فيها ماهوش كونتراديكتوار كلامي، قدمنا فيها لقينا اللي سابلوك مبدل الاتجاه بعد نهار ولا نهارين، ياد لا ماتيير خدمت مخي فهمت اللي بتيتر مش باش تعطي الريزلت. دونك نتعلم سيت جيمناستيك وسيت فليكسيبيليتي مونتال، وسورتو لو مو كلي تيستي تيستي تيستي. Faut juste oser, se faire confiance, vraiment croire en ses capacités ou croire elle est nahna qadrin kolna kauna anna taqa kbira nta ibda' w khalq qadrin kauna fi lquotidien nta'na namlouh. Fi akhir barnamej nta'na shno tqoul lnas li ismou fina ala lmustawa alshakhsi bach ytawlou la creativité nta'hom, w kima banou nahkiou ala mawarid albashariya shno tqoul lchalikat bach la creativité nta' li collaborateur li manager w ay shakhs fi lcharika najem tkhrouch w tanfa' lcharika. Awal haja ljanb lshakhsi rahou hatta fi hayatik hatta fi tatibik حتى في المود فيستيمونتير نتاعك، حتى في الديكور نتاع دارك، راهو لا كرياتيفيتي سي ان مويان دو ريانفونتي لو كوتيديان، دو ريفيفر لو كوتيديان. نعرف انا انسانه متفائله، لكن الضغوطات اللي موجوده حوالينا توا تخلي كونا في حاجه لك التجديد، والتجديد هذاك شونجمون ولا ترانسفورماسيون يجي افيك اون توش دو كرياتيفيتي، اون توش دو كولور، عباره كاينه باش نزيدوا دو روج دو فير في انفيرونمون اللي بتيتر اليوم راهو فيه غري. بالنسبه للمؤسسات، اوزي faire confiance à vos collaborateurs, oser leur donner la voix, rahou la libre expression تاع les collaborateurs, تخلي كونهم يخرجوا بافكار خارقه للعاده اللي راهو finalement راهو مع بعضنا الشركه واللي intervenants والcollaborateurs pour la pérennisation de l'entreprise, pour le succès, pour la croissance. واليوم l'entreprise ما تنجمش تخدم وحدها، الcollaborateur لازم يحس روحه اللي فما valeur ajoutée وفما اضافه هو يعمل فيه. هذاك علاش قد ما نعطيه الفرصه قد ما من بي قد ما باش يخرج حاجات خارقه للعاده. شكرا لك سونيا الطيب، بارك الله فيك. معكينا على الكرياتيفيتي باش نرجعوا حدايا اكيد في كارير بعد شويه عندكم عاد معاه. سمحت كونسوري بالانجليز نشرت الاخبار فارس بن سويلح يسلم عليكم برشا. بطبيعه الحال ديما برونشي معنا على اكسبريس اف ام اللي تزيد في القيمه. بالسلامه.